السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل متابعينا، يا رب دايما تكونوا بخير وسعادة. في فيديو النهاردة هناخدكم في جولة سريعة داخل فيلا الزعيم عادل إمام في المنصورية، وكمان هنكشف ليكم عن آخر أخباره وعن صحته وظهوره في آخر ظهور له من داخل فيلته بوجه شاحب وملامح متغيرة، وكمان هنشوف ظهور نادر له مع أسرته وأحفاده داخل فيلته. كل ده وأكتر هنشوفه في الفيديو ده، بس قبل ما نكمل الفيديو ما ننساش نعمل لايك وسبسكرايب للقناة، ضروري جدا علشان كل جديد يوصل لنا. انتشرت صور جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي للزعيم عادل إمام مؤخرا بملامح متغيرة ووجه شاحب جدا، وذكر إعلاميون أن آخر ظهور للزعيم عادل إمام كان في فيلته في المنصورية مع بعض النجوم منهم الفنانة يسرى والفنانة لبلبة و غيرهم. من أبرز وأهم الممثلين في مصر والوطن العربي الفنان الكبير عادل إمام، اشتهر بأداء الأدوار الكوميدية التي مزجت في كثير من الأفلام بالرومانسية والسياسية المتعلقة بالدين والقضايا الاجتماعية، وتخطت بعض أعماله في السينما والتلفزيون بالجراءة. إنه الفنان الكبير عادل إمام. ولد الفنان عادل إمام في قرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية في مصر، وتخرج من كلية الزراعة والتي كانت بداياته الفنية، حيث بدأ حياته الفنية على مسرح الجامعة ومنها إلى عمل السينما، وكانت بداياته عام 1962 بأدوار صغيرة. في منتصف السبعينيات بدأت شهرة الفنان عادل إمام، وذلك من خلال أدواره الكوميدية الممزوجة بالطابع السياسي، وأدى كثير أو أدى أكثر من 100 فيلم خلال فترة وأخرى. ورغم الشهرة والجماهيرية الكبيرة التي حظى بها الفنان عادل إمام، إلا أنه دائما ما يحرص على إبقاء حياته الشخصية بعيدا عن الأضواء. ورغم التكتم الشديد، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور من داخل منزل الزعيم عادل إمام، والذي صدم الجمهور بفخامته. ويسكن الفنان عادل إمام في قصر بمنطقة المنصورية التابعة لمنطقة كرداسة، وهي منطقة تجمع العديد من الشخصيات الهامة في مصر من فنانين وسفراء وخلافه. بتبلغ مساحة الفيلا الداخلية حوالي 50 فدان، محاطة بسور كبير، وعلى البوابة هناك لافتة مكتوب عليها فيلا آل إمام، حيث أن داخل هذا السور الكبير ثلاث فيلات: فيلا لزعيم عادل إمام، وفيلا لابنه رامي إمام، وفيلا أخرى لابنه محمد إمام، ومحاطين الثلاث فيلل بسور كبير. ووفقا لعدد من المقربين من أسرة الفنان عادل إمام، فإن الدخول للفيلا الفخم ونجده محاط بسور كبير وبه حديقة مملوءة بالأشجار والنخيل مع وجود حمام سباحة كبير الحجم ليعطي مظهرا جماليا مميزا للفيلا الخاصة بالزعيم. بيتميز المطبخ الخاص بمنزل الزعيم بالطابع العصري والعملي في نفس الوقت، وذلك بوجود الديكورات الخشبية باللون البني المميز مع وجود على الطراز الأمريكي الحديث. وأما بالنسبة للإضاءة في جميع الغرف الرئيسية بفيلا الزعيم عادل إمام، بتشكل عنصر هاما من عناصر الديكور الخاصة بالمنزل، فقد تم اختيارها بعناية لتناسب الذوق العام والديكورات العامة للمنزل، والتي بالضرورة تعبر عن الذوق الرفيع لأصحاب المنزل. الفنان عادل إمام لديه ثلاث أبناء، هم رامي إمام ومحمد إمام وسارة إمام.
أما عن آخر أخبار الزعيم عادل إمام، فآخر شخص زاره في فيلته بالمنصورية هو رجل الأعمال نجيب ساويرس، وطمأن جمهوره عليه وقال إنه كويس وبصحة جيدة، لكن ظهر عليه علامات السن، ولكن هو بصحة جيدة. خالص أمنياتنا للفنان الكبير والزعيم عادل إمام بمزيد من الصحة والعافية، وربنا يطمن عليه دايما ويديله الصحة وطولة العمر. بكده يكون فيديو النهاردة خلص. ما ننساش نعمل لايك وسبسكرايب للقناة، ضروري جدا علشان كل جديد يوصل لنا.